قدم سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جابر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا أوراق اعتماده إلى صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة الدنمارك كسفير لمملكة البحرين لدى مملكة الدنمارك والمقيم في بروكسل. وقد نقل سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جابر الدوسري تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى صاحبة الجلالة ملكة مملكة الدنمارك وتمنياتهما لجلالة بدوام الصحة والعافية، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه كلف سمو ولي عهد مملكة الدنمارك سعادة السفير بنقل خالص تحيات جلالة الملكة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، معربا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين مملكة الدنمارك ومملكة البحرين، مؤكدا على أهمية تطوير التعاون والعمل الثنائي في العديد من المجالات، متمنيا لسعادة السفير التوفيق في مهام منصبه الجديد بما يخدم تطور العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.